وننتقل من غزة إلى الخليل الفلسطينية، لينضم لنا دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية من جامعة الخليل لمزيد من التحليل والفهم طبعا عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في غزة. صباح الخير وأهلا بك في صباح جديد. يعني أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تفرض على إسرائيل عقوبات بسبب مجموعة ساف 9، حدثنا أكثر عن هذه المجموعة وطبيعة العقوبات التي سوف تفرضها أمريكا. تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. هذه مجموعة تشكلت حقيقة بعد قيام إسرائيل باستدعاء الاحتياط لما بعد أحداث 7 أكتوبر من أجل دخول غزة وتدمير غزة كما حدث في الأشهر الماضية، وكان استدعاء الجنود الاحتياط من خلال ما يسمى الرقم 9 أو تساف 9. فبالتالي هذه المجموعة لاحقا عندما أقرت فكرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، رأت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة أن تقطع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، متذرعة بأنه لن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. هذا بشكل عام جزء من نتائج الخطاب اليميني الذي موجود لدى الشارع الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، ومن المتوقع وخلال الأشهر والسنوات القادمة مزيد من التطرف ومزيد من تحول المجتمع الإسرائيلي إلى ليس فقط يمين وإنما يمين متطرف يقوم بسلوكيات على أرض الشارع على غرار ما يقوم به النازيون الجدد في الشوارع في أوروبا. بالحديث عن العقوبات الأمريكية، طبعا من المؤكد أن أمريكا لن تقر عقوبات حقيقية على إسرائيل، مثلما حدث قبل فترة بأنها جمدت أرصدة 4 مستوطنين، على الرغم من أن هناك مئات آلاف المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية، هناك آلاف المستوطنين الذين يقومون بالاستفزاز الشارع الفلسطيني، يقومون بحرق المنازل، يقومون بتخويف وترويع السكان في مزارعهم في بيوتهم في المناطق القريبة من المستوطنات. هذا كله أمريكا تغض الطرف عنه ولا تراه. نعم، إذن في ضوء حديثك دكتور عماد، إذن ما هي دلالة إعلان الولايات المتحدة الدعم الأول لإسرائيل فرض عقوبات عليها؟ إذن يعني مثل ما حدث قبل فترة عندما قالت أنه أنا سأمنع إيصال القنابل الذكية إلى إسرائيل في حال دخول رفح، دخلت إسرائيل رفح ولا زالت تضرب رفح لحد هذه اللحظة، اجتاحت معبر رفح وسيطرت على المعبر في وأين هي الإجراءات الأمريكية الحقيقية؟ إذا هناك ما يقال نوع من ذر الرماد في العيون. أمريكا تحاول أن تظهر نفسها في مظهر المحايد ما بين طرفي النزاع. أمريكا تقول أني أنا لا أقف إلى جانب إسرائيل، أنا أحاول إيقاف الحرب، لكن كل سلوكيات أمريكا على مدار أكثر من 8 أشهر، أمريكا هي ليست حليف، هي شريك في هذه الحرب، تقف ضد كل قرارات وقف أطلاق النار، وقفت وأطلقت فيتو ضد قيام دولة فلسطينية وهي ترسل بلينكن للحديث عن الدولة الفلسطينية. هذه التناقضات تؤكد لنا أن أمريكا تمارس ازدواجية في السياسة، هناك سياسة حقيقية، ما تقوم به في الغرف المغلقة مع إسرائيل هي في غرفة عمليات مشتركة مع إسرائيل في كل ما يجري، وما تقوم به إسرائيل بموافقة وضوء أخضر أمريكي، وهناك حالة من البعد الإعلامي سواء كانت للناخب الأمريكي أو للمنطقة العربية أو للعالم أنه أمريكا لا زالت هي راعية حقوق الإنسان في العالم، ولا زالت أمريكا تهتم بقضايا حقوق الإنسان. كيف لنا أن نقتنع بذلك وعدد الضحايا الفلسطينيين وصلوا إلى أكثر من 40,000 شهيد غير المفقودين والمعتقلين والموجودين تحت الأنقاض؟ أين أمريكا الآن من حقوق الإنسان على مدار كل هذه الأشهر الماضية؟ لذلك أمريكا تبحث عن بعض القضايا الثانوية هنا وهناك وتقول أريد فرض عقوبات على إسرائيل. لو كانت إسرائيل تخشى 1% من عقوبات حقيقية لما أقدمت وتقدم يوميا على ما تقوم به حاليا، لكن أمريكا في إسرائيل في حالة اطمئنان كامل أن أمريكا ستحميها بكل الجرائم التي سترتكبها، بكل اتهامات الإبادة التي تمارسها. أمريكا تدعم إسرائيل بشكل كامل، لذلك إسرائيل لا زالت تمارس
هذا القتل وهذا العدوان مدعومة بالإدارة الأمريكية. نعم، تحقيق الأمم المتحدة يقول أن جيش الاحتلال قد شارك في قتل إسرائيليين وفق بروتوكول هانيبال، يعني ما هو هذا البروتوكول وهل يبدو هذا التحقيق منطقيا في ظل حدة الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تفرق بين أحد؟ يعني نفس الكلام ينطبق على ما ذكرناه على الولايات المتحدة، نقول عن الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة عمليا إذا لم تكن هناك إرادة أمريكية، الأمم المتحدة عاجزة تماما عن حماية الشعب الفلسطيني بكل أشكاله، ولو كانت عندها القدرة ولديها القدرة للحماية لحمتنا على مدار الأشهر الماضية، لأدخلت مساعدات حقيقية، لكن الأمين العام للأمم المتحدة يأتي متباكيا في مؤتمرات القمة العربية يتحدث بنزعة إنسانية وكأنه لا يحمل هذه الصفة أنه زعيم النظام الدولي وهو أمين عام للأمم المتحدة ويستطيع أن يقوم بإجراءات مثل ما حدثت إجراءات سابقة ضد دول عربية مثل العراق عندما جيشت الجيوش وأجبرت العراق على الانسحاب من الكويت. أين هذه البنود في الأمم المتحدة؟ لماذا لا تفعل ضد إسرائيل والمجتمع الدولي يقر بأنه إسرائيل محتلة للأراضي في 67؟ لماذا لم يفعل أي بند؟ لذلك الأمم المتحدة عمليا نجدها هي فقط تندرج في إطار البيانات الإعلامية منذ 8 أشهر عندما يقتل من موظفيها أكثر من 200 موظف. ما هي الإجراءات الحقيقية؟ لو قتل موظف واحد في دولة عربية لانقلبت الدنيا، أما أن يقتل 200 موظف الآن في حرب والأمم المتحدة لا ترى هذا القتل، مئات الصحفيين ما بين القتل والاعتقال، الأمم المتحدة لا ترى ذلك. عودة على قانون هانيبال، هو هذا جزء لأول مرة الدولة في العالم تقول لجيشها إذا وجدت زميلك سيعتقل اقتله قبل أن يعتقل. لذلك لنا أن نتخيل أنه أنت تضحي بحياة جندي لديك موجود من أجل أن لا يقع في أسر الطرف الآخر. طب لو وقع في طرف الجانب الآخر ما المشكلة لديك؟ يقول نحن سنقايضه بأسرى فلسطينيين ولا نريد الإفراج أو إخراج الأسرى الفلسطينيين. هذه النقطة تحديدا، إذا كيف سنقتنع أن إسرائيل ستقوم بصفقة تبادل أسرى ما بين الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة والمعتقلين الفلسطينيين لدى المعتقلات الإسرائيلية؟ لذلك نتنياهو يتهرب منذ 8 أشهر، لا يريد الإفراج ويريدهم أموات، وهذا جزء من فلسفة قانون هانيبال أنه يضرب قطاع غزة بجنون على مدار 8 أشهر ولا يكترث تماما أنه قتل منهم جزء كبير من الأسرى الإسرائيليين. لذلك هو عمليا لا يريدهم أحياء، لو كانوا أحياء سيتم المقايضة عليهم. نتنياهو وحكومته لا يريدون أن يقايضوا على الأسرى الإسرائيليين، يريدونهم أموات، لذلك هم في حالة أريحية في هذا الموضوع. إذن سنتابع مجريات هذه الأحداث، وكما تطرقت إلى العديد من يعني النقاط التي تضع الجانب الإسرائيلي مرة أخرى تحت يعني ضغوط جديدة، هذه المرة جرائم ترتكب ضد نفسها وإلى جانب الجرائم الأخرى التي ترتكبها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد البشتاوي، كنت معنا من مدينة الخليل الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا.